بعد أن حقق برونزية دورة ألعاب الآسيوية 19 في الصين، عاد لأرض الوطن وفد منتخب اليد ليستقبل استقبال الأبطال في قاعة التشريفات وسط إشادات كبيرة من المسؤولين الرياضيين دعما لهذا المنتخب الذي أعاد كرة اليد لمنصات التتويج. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. على قدر العزم تأتي العزائم، فبعد أن قدموا مستوى لافتا في دورة الألعاب الآسيوية 19 في الصين، عاد أبطال اليد لأرض الوطن ببرونزية الأسياد في إنجاز أعاد كرة اليد الكويتية لمنصات التتويج وسط استقبال مميز واهتمام كبير بمنتخب اليد المقاتل. اليوم تاريخ كرة اليد يعاد كتابته من جديد. أبطال مثلكم أنتوا، بناس مثلكم أنتوا، وإحنا كلنا فخورين فيكم، وبإذن الله هذه فقط مجرد البداية. كلكم رفعتوا اسم الكويت ورفعتوا علمنا هناك، وشفنا شلون العزيمة والإصرار وروح التحدي والوطنية صرتوا درس لجميع الشعب بعملكم وبأدائكم وبروحكم الوطنية. الشكر كامل لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد، الطاقم الفني والإداري، اللاعبين الأبطال، وإحنا من جانبنا كهيئة عامة للرياضة لكم كل الدعم. هذه توجيهات القيادة السياسية، توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، معالي وزير الشباب، وزير التجارة. بإذن الله كل إمكانياتنا مسخرة لكم، كل نبي منكم بس المثابرة والتشجيع والوصول للمنصات إن شاء الله للتتويج. كل الإمكانيات مسخرة لكم بإذن الله، شرفتونا ورفعتوا الرأس، وبإذن الله حتى تكريم لكم موجود التكريم بحكم لوائح الهيئة العامة للرياضة. صورة مشرفة لأداء وعطاء منتخب اليد في الأسياد أعادت للأذهان تاريخ كرة اليد الكويتية في المنافسة والتواجد على منصات التتويج. شوف احنا مشينا لهذه البطولة باش تقريب احتكاك، سوينا احنا 5 أسابيع، نمس ممكن 5 أسابيع في التحضير ولا شيء، 5 أسابيع احنا فكرنا نروحوا نحتكوا مع الفريق، والهدفنا الرئيسي شهر 1 باش نتأهلوا إن شاء الله كأس عالم، وكانت صعبة كتير والحين ما زالها صعبة، بس وصلنا ثم لقينا مستوى نازل نفسنا مع الفرق، جات الميدان بالبرونزية خذيناها، ولو كان بإمكانية نروحوا للنهائي نروحوا. نفس الشيء الحين عندنا بطولة التأهل لباريس نروحوا، أول شيء احتكاك، بس المباراة اللي نقدر نفوزوا بها ما رايحين نقولوا لا احنا هدفنا شهر 1، المباراة اللي تجي نسوي كل شيء باش نفوزوا على كل المباريات، بس يبقى الهدف الرئيسي نحاولون نروح الكاس عالم. الحمد لله قدر نحقق المركز الثالث، والحمد لله يعني مثل ما انتم عارفين ان هذا هو الفريق الموج الازرق رجع لقارة اسيا ان شاء الله، وعدكم ان شاء الله بالاسيوية بالدوحة باذن الله. الحمد لله هذا الانجاز يعني ما جاء من فراغ، جاء من تعب واصرار اللاعبين وحرصهم على تقديم شيء لوطنهم الكويت، خصوصا بمحفل كبير مثل الاسياد. احنا دائما نقول ان هذه بداية الخير ان شاء الله لكرة اليد، وإن شاء الله مع الوقت راح تحسون أن كرة اليد راح تعود إن شاء الله. هذا وينتظر منتخب اليد استحقاقات وبطولات هامة في الفترة القادمة، وأهمها البطولة الآسيوية في قطر والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، فبالعزيمة والإصرار سيكون أزرق اليد حاضرا بقوة في المنافسات القارية. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.